مفاوضات السلام السودانية هذه المرة تتجه جنوبا لتنزل ضيفة على عاصمة جنوب السودان جوبا. فبعد تكوين حكومة وزراء الفترة الانتقالية يجيء ملف السلام في أولى الملفات التي يجب أن تتعامل معها الحكومة وفق وثيقة الإعلان الدستوري التي نصت على ذلك. ملف السلام هو عملية هي متكاملة وهي شراكة ما بين الجهاز التنفيذي برئاسة السيد رئيس الوزراء والمجلس السيادي، وقد شرعنا في الخطوات الأولية لإنشاء الأجسام المعنية بذلك. الحركات المسلحة ومن بينها الجبهة الثورية رفضت تجاوزها في المرحلة التي سبقت تشكيل الحكومة الانتقالية، لكن مراقبون ينظرون للأجواء على أنها مناسبة للبدء في عملية تحقيق السلام وإنهاء الحرب. بالتأكيد الأجواء الآن هي أجواء إيجابية تساعد وتساهم في إحداث اختراق في ملف السلام والتواصل مع بعض حركات الكفاح المسلح من خلال إرسال الحكومة وفد إلى جوبا عاصمة جنوب السودان. جميع هذه المعطيات هي تشير بوضوح أن حكومة عبد الله حمدوك جادة وراقبة في تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن، ربما قبل انقضاء 6 أشهر الأولى التي خصصت للسلام من عمر الفترة الانتقالية. وكان مجلس السيادة قد أعلن بداية أول اجتماع للجنة إعداد التصور الخاص بهيكل مفوضية السلام. يقف ملف السلام في أولى محطات الحكومة الانتقالية، والذي بحله يكون طريقها سهلا في ظل اتفاق الجميع على أهمية الملف وسرعة الإنجاز فيه. أحمد العربي، قناة الغد، الخرطوم.